يسألون قيما تنار بها السماوات وحياتنا أحلى إذا اتسعى للخير وازدانت به الذات وحياتنا أحلى بكم ولكم من قلبنا الداعي تحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، تحية مسائية لكم طيبة وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة أكيد على الهواء مباشرة من حياتنا أحلى. كلنا يعرف أن الأجهزة الذكية أصبحت شغل شاغل في حياة الأبناء، إذ يقضي حاليا معظم الأطفال على اختلاف أعمارهم ساعات طويلة أمام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. هذه الظاهرة يمكن أن تتسبب دون قصد أضرارا بالغة بأدمغة الأطفال، خاصة الذين ما زالوا في طور النمو، ناهيك عن المشاكل النفسية والاجتماعية، وغالبا ما تؤثر على تحصيلهم العلمي، ومن هنا تظهر أهمية دور الآباء. للتوضيح طبعا أكثر في هذه الحلقة اليوم عن تأثير الأجهزة الإلكترونية على الأطفال، حنتكلم على دور الآباء في وقف هذا الانجذاب الذي يتحول إلى مرض وإلى مشاكل صحية ونفسية واجتماعية أخرى. حيكون معنا مجموعة من الضيوف، معي هنا في الاستوديو الأستاذ ساسي موسى، اختصاصي في الإرشاد النفسي وتعديل السلوك. عبر الهاتف أيضا تنضم إلينا الأستاذة سعاد المنتصر، رئيس قسم علم النفس بجامعة طرابلس مصراتة. قبل ما نخش في تفاصيل موضوعنا نمشوا نطلع وتشوفوا تقرير يوضح أكيد محاور حلقتنا أكثر، ومن بعدها راجعين، خليكم في متابعة. وحياتنا أحلى بمن حملوا قيما تنار بها السماوات وحياتنا أحلى إذا اتسعى للخير وازدانت به الذات وحياتنا أحلى بكم ولكم من قلبنا الداعي تحيات. تشير دراسات عدة إلى أن أكثر من ثلث الأطفال يستطيعون الضغط على أجهزة الهاتف قبل المشي والكلام، أيادي صغيرة وعيون يأسرها وميض الشاشات المحمولة، ساعات وساعات بات الأطفال يمضونها ماكثين في أماكنهم، غائبين في عالم مثير تحتويه الأجهزة الذكية. لكن هل تساءلنا يوما عن تأثير هذه الساعات الطويلة على أطفالنا؟ ابتداء من الصداع وضعف النظر وفقدان الذاكرة والتركيز، وصولا للاضطرابات العصبية والمشاكل النفسية وحتى سرطان المخ. الكثير من الدراسات التي عملت في مجال تقييم مخاطر ألعاب الأطفال الإلكترونية حذرت من تأثير الإشعاعات الكهرومغناطيسية التي تنبعث منها على الأطفال على المدى الطويل، وبيّنت تلك الدراسات أن لهذه الأشعة تأثيراً على حالاتهم النفسية والصحية والسلوكية، إذ يمكن أن تسبب مصاعب في قدراتهم على التعلم والتواصل من خلال انخفاض مستوى التركيز وضعف الذاكرة ونقص القدرة على الاستيعاب والفهم، بالإضافة إلى نشوء بعض السلوكيات العدوانية المبررة وغير المبررة أحياناً. وقد أوضحت الدراسات أن استخدام الأجهزة الذكية من قبل الأطفال غالباً هو انعكاس لنشاط الوالدين على هذه الأجهزة، فالعامل المؤثر لأسلوب الاستخدام الصحيح والصحي يأتي من أسلوب الوالدين أولاً. وحياتنا أحلى بمن حملوا قيماً تنار بها السماوات وحياتنا أحلى إذا اتسعى للخير وازدانت به الذات رجعنا لكم بعد هذا التقرير. طبعا نوجه جزيل الشكر من قام بإعداد وقراءة هذا التقرير وكل فريق عمل حلقة اليوم. نرحب بالأستاذ ساسي موسى معي هنا في الاستوديو، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبارك الله فيك على الاستضافة، ونحييك ونحيي مشاهدين قناة التناصح. أهلا وسهلا بك. اليوم عن تعلق الأطفال بالأجهزة الذكية، سؤال واضح جدا، يعني بدءا لماذا أغلب الأطفال في عمر صغير
جدا ينجذبون وراء الهواتف الذكية والنقالات بالعموم. ما السر؟ هل انه هو ما فيش بديل؟ هل انه هو فيه يعني ادمان او فيه محطات جذب لهذه الأجهزة وتستقطب هذه الأعمار بالتحديدا يعني؟ كويس، قبل ما نتكلم نحن نجاوبك على السر. السر مهم جدا جدا قبل ما ندخل في الموضوع. الألعاب الإلكترونية والأثار نتاعها سواء كانت الإيجابية أو السلبية على الطفل لازم نعرفوا حاجة مهمات. الحاجة الأولى اللي هي طبعا نعرفوا الوضع تاع الطفل، شنو وضع الطفل بصفة عامة، وشيء ثاني النوع الأسرة نوع الأسرة اللي يعيش فيها الطفل. وضع الطفل من أي ناحية؟ من أي ناحية وضع الطفل؟ طبعا وضع الطفل كم نجي نتكلم عن وضع الطفل، من الطفل بحد ذاته الحب الطفل للعب المستمر ديما، الاستكشاف تطلع على الأشياء الغريبة زي الرسوم المتحركة زي الأفلام زي البرامج. هذه طبيعة الطفل بصفة عامة. الشيء الثاني نوع الأسرة اللي يعيش فيها الطفل، متواجد فيها الأسرة هذه، وهذا شيء رأي مهم جدا جدا. في أربع أنواع من الأسر يعيش فيهم الطفل. في الأسرة اللي هي اللي نسموها إحنا اللي هي الديمقراطية اللي زايدة، فاللزوم خلي الطفل يلعب زي ما يبي، فيش مدور فيش مكلمة وفي دلال زايد. في الأسرة الثانية في الأسرة المتسلطة أو الدكتاتورية اللي هي تفرض على الطفل ما تخليش يتحرك وقام زهنيه وما تنضج وما تحركش وما تمشيش وما تجيش. في الأسرة الثالثة الجاهلة اللي تجهل باحتياجات الطفل من ناحية السلوك نتاعها في النمو نتاعها، مش عارفة بالضبط شنو يبي الطفل، شنو أهم الاحتياجات نتاعها. في الأسرة الرابعة اللي هي مهمة اللي خلاص، وهذه للأسف شديد ما هيش متواجدة بعدد كبير تنقص الأسرة هذه، هي الأسرة الواعية الصالحة اللي تفهم احتياجات الطفل شنو يبي وشنو ما يبيش بالضبط يعني. باش حين نقدروا نقولوا أن راهو الطفل يواجه في مشكلة كبيرة هي مشكلة الألعاب الإلكترونية يعني. وهذه هي الأشياء المهمة اللي هي زي ما قلنا طبيعة الطفل والأسرة اللي يعيش فيها. شنو نوعيتها بالضبط يعني. طيب لو نتكلم على الأسرة اللي يعيش فيها، بعض الدراسات تقول أن الأباء المدمنين على استعمال الأجهزة الهدكية يكون أطفالهم أكثر عرضة للتعلق بهذه الأجهزة. طبعا هو اكثر شيء يحرك في الطفل او يحرك المجتمعات بصفه عامه والاطفال المراهقين هو السلوك. والسلوك اكثر من 95% يجي باش بالتقليد يعني. الشيء اللي بيصير بيدير العيل بالضبط طبيعي. مثلا زي جونر رحنا زمان ايامات زمان تلقى الام ديما بالها على المقص وعلى الابره وعلى المغرف وعلى الكشيك وعلى الطنجره الاسطونيه، انها اكثر ادوات تستخدم في الحوش. العيل لازم يخدم بيمسهم. جي تو زمن الحديث تلقى اكثر شيء عينهم على شنو؟ على التلفزيون، على التليفون، على الشحن، على السماعات، لان هذا اكثر شيء متداول في البيت مستخدم. العين بيكتشف شيء بيمسه بيشوفه يعني. لكل العصر سبحان الله يعني. زمان زي ما قلت لكم هذا زمان كانوا يشكوا من صغارهم خايفين ادوات المطبخ حاجه يستخدمها كل افراد البيت، فبالتالي الفضول للطفل فهو بيستخدمها بيكتشف. نفس القصه في العصر الحديث هذا اكثر شيء متداول في البيت زي ما قلت لحضرتك، التليفون والسماعات والشاحن والايباد محتويات هذا كله موجود في البيت. نعم يشبه الطفل في ساعات طويله الاهل يستخدموا فيه، حتى هو بيخش في نفس المغامره يبي يمس ويبي يدعك يعني بيخش من بيناتهم. طيب خلينا استاذ ساسي مشاهدينا الكرام نرحب عبر الهاتف الاستاذ سعاد المنتصر رئيس قسم علم النفس بجامعه مصرات. السلام عليكم استاذ سعاد. وعليكم السلام استاذ الكريم، الخير ليكم ضيف الكريم استاذ ساسي ولكافه مشاهدي قناه التناصح عامه ومتابعين برنامج الاحلى على وجه الخصوص. نعم اهلا وسهلا بك استاذ سعاد. تدور اغلب الالعاب الالكترونيه حول الحروب، غالبا تسبب هذه الامور الى ميول للعدوانيه لدى الطفل. كيف نعرف ان الطفل اصيب بالعدوانيه فعلا او لديه استعداد لهذا الامر؟ قبل ما نبدا معك في المداخله استاذ الكريم نشكركم صراحه برنامج حياتنا احلى لطرحه واهتمامه بمواضيع صراحه مهمه جدا جدا بنسبة اطفالنا وشبابنا ومجتمعنا بالكامل. قضايا نفسية متنوعه صراحه، وخاصه موضوع الالعاب الالكترونيه يعني ما تخلف من مشاكل نفسيه واجتماعيه. كيف نعرف ان الطفل اصبح عدواني؟ أول حاجة لو تلاحظ مثلا سلوكه كان سلوك طفل طبيعي زي أقران الأسوياء أصبح عنده تنمر مقارنة يعني بأقران الأسوياء، تنمر سواء داخل الأسرة مع أخواته وبناته أو مع أقرانه في المدرسة، يعني حتى المدرسة كثير تشكو من هذا الطفل. التنمر قد يكون سواء لفظي أو جسدي، تنمر على أخواته، تنمر على أصدقاء في المدرسة سواء الكلمات النابية والاستهزاء على أشكالهم أو التنابز بالألقاب وكذا. كذلك حتى هو ينادي مثلا ياخذ أقران مثلا بأسماء غير مقبولة للغرض أنه هو يسخر منهم، هذه كلها عدوانية يعني. نعرف أن الطفل مؤشر من المؤشرات العدوانية موجود فيه.
قد يكون عند العنف الجسدي يعتدي على الآخرين بالضرب وبالركل برجليه وكذا، سواء في البيت تلقى حتى الأمهات أغلب يعني الأطفال لما يكونوا عدوانيين تشكي من النقطة هذه، يقول مثلا يمارس العدوانية على خواته وعلى أخوته. دائما في حالة حجار المدرسة في البيت، دائما الطفل هذا يخلق في المشاكل، يخلق في المشاجرات من لا شيء يعني. نعم. يهدد بالإيذاء الجسدي لنفسه ولغيره، يعني لو حرمته مثلا أختها اللعبة الإلكترونية يهدي حاول يأذي نفسه، فعلا في أطفال أذوا نفسهم يعني حتى أداء بسيط، لكن هذا عنده استعداد إنه هو حتى يأذي مستقبلا الأداء الجسدي. صحيح. فهذين كل النقاط تدل أن الطفل أصبح عدواني في طريقه للعدواني. نعم. طيب ما مدى تأثير الأجهزة الذكية على ذكاء الطفل؟ هل ممكن تدمر الذكاء، تحد من ذكائه، وهذا قد يكون لي حتى تأثير من حيث التحصيل العلمي؟ وفي تجارب كانت على أرض الواقع نتيجة تعلق بعض الأبناء باللعب الإلكترونية بشكل رهيب أثر على تحصيلهم العلمي، صار في تدني بشكل كبير جدا، وفقدوا أيضا حتى التركيز والانتباه، وأصبح في نوع من التشتت عند بعض الأبناء. هذه كلها أستاذي أثار سلبية يعني من الألعاب الإلكترونية، سواء على الصعيد التربوي أو على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد النفسي. نعم. لكن لو بناخذوها واحدة واحدة حسب الدراسات الحديثة. إيه. يعني في دراسات انقسمت شقين، الشق يؤيد الأجهزة الإلكترونية أو الألعاب الإلكترونية إن هي تدفع للطفل للذكاء وللحوار وإن هو يتفاعل أكثر وكذا. دراسات أخرى قالت لك لا، لها تأثير سلبي خاصة مع التحصيل الدراسي. نعم. وأنا مع صراحة من هذه الدراسات في حالة أن الطفل يقضي ساعات طويلة على الألعاب الإلكترونية. كذلك تحدث عند الطفل اضطرابات في عملية التعلم، هو بيهمل واجباته، بيهمل أداء الواجبات والامتحانات متاعه، ضعف التحصيل الدراسي. يعني عن شكاوى مثلا من خلال المحيط الاجتماعي يقول كائن كويس. نعم. مجرد ما بدأ يمارس في لعبة ببجي صار له تدني في تحصيل الدراسي. لدينا شكاوى الأمهات يعني. دليل على ان هي اثرها سلبي مش اثرها ايجابي. قد تكون ايجابي في جوانب معينه، لكن تاثيرها السلبي صراحه من ناحيه تربويه اكثر. نعم. قال ناهيك عن الضرر الصحي والاجتماعي الاخر اللي هو انعزال الطفل وعدم تفاعله مع المحيط الاجتماعي المحيط فيه. طيب خليك معنا استاذه سعاد المنتصر، رحبوا عبر الهاتف مشاهدينا بالاستاذه مفيده الجايد اختصاصيه نفسيه. السلام عليكم استاذه مفيده. الله يا نعم أهلا وسهلا بك أستاذ مفيدة. لو نتكلم نعم على التأثيرات، لو نتكلم معك على التأثيرات من الناحية الاجتماعية، غالبا ما نرى في كل عائلة ذلك الطفل المنعزل بشاشته الصغيرة ويصاب بنوع من الانطوائية، وتلقاه يعني مش محتك بالعائلة نهائيا نتيجة تعلقه المفرط بالأجهزة الذكية، ما خطر ذلك؟ تعود بصوت ضعيف شوية ما فيكم. نعم، نتحدث عن التأثيرات من الناحية الاجتماعية سادة مفيدة. الأطفال اللي نعزلوا بروحهم يعني في جهة بالأجهزة الذكية ويقعدوا ساعات طويلة، ممكن حتى يفوت يوم كامل ما يشوفوش أهلهم، فقد الحوار أيضا له دور مهم جدا، نتحدث عن تأثير ذلك يعني من ناحية اجتماعية. اولا السلام عليكم ومرحبا بكم وبالقناه وبالناس اللي تابعينا. نعم. طبعا هو موضوع العصر هذا وللاسف يعني احنا هذا ما عادش يمس الاطفال، هذا يمس حتى الكبار. نعم. وكلكم لاحظين هذا الكلام في كل البيوت وفي كل المجالات. نعم. وتقريبا يعني سامحوني يعني تقدروا تسموه يعني هذا شيء ممكن نسميه حتى وباء يعني. ايه. يعني من كثر ما هو موجود بشكل طاغي جدا جدا على كل الأصعدة. اكيد. فجزئية العزلة طبعا هي العزلة ونقيسه حتى لانفسنا احنا نفسنا. انك انت مثلا لما تشد التليفون بغض النظر انك انت تدير اتصالاتك او تدير ارتباطاتك على السوشيال ميديا. نعم. وقداش تاخذ في زمن طويل. هذا يعني انت حتى اللي يخش عليك في موضوع او ينادي عليك تبي تفكر شويه بس تتصور انك انت تسترجع وين انت، شنو هو المكان، شنو المدير، شنو المطلوب مني. هذا على صعيد الكبار. نعم. جينا نشوف نوع على صعيد الاطفال وللاسف يعني اصبح التسليه الوحيده يعني اي حد حتى طفل عيط يسكتوا فيه
يتكسوا فيه بالتليفون، طفل ينكرز يعطوه تلفزيون، عايد يدي أي حاجة مثل أي جهاز من الأجهزة المعروفة. نعم. ويعني وصغيرين وتلقاهم يعني للأسف يعني ما فيش مش حاضر معنا هو أساسا يعني. أو شن يبدأ التليفون فيه ونديل لك الحاجة، يعني المهم أنت تعطيهون يعني كان هذا شو اسمه هذا السلاح اللي يحمي فيه باش أنا 7 سنين في لحظة نمشي له ونقضي وقتي عقبها. أكيد أول حاجة تنضر وأي حاجة نشوفه فيها إحنا، هذه طبعا هذه مشكلة يجونا بها الأمهات والأباء في عياداتنا ويحاولوا ويطلبوا في استشارات يعني حتى عن طريق التليفون ويطلبوا في هذا يقولوا دبروا لنا شيء حل، يعني إحنا الصغار ما عادش ينتبهوا ما عادش مركزين، الصغار يمشي نص الطريق يدير الحاجه يولي ما عادش يعرف او يقول لك شنو قلت انت شنو تبي، يعني التساؤل الغريب هذا كيف انت شنو قلت شنو تبي، يعني كيف بعثتك لامر بسيط. نعم. يعني في اطفال حتى مهارات معينه كانوا يديروا فيها جيدا لكن للاسف بعد ما مرت يعني اول ما خشوا المجال هذا بدوا يعطوا فيه كل شيء قلت المهارات. انا يعني هيك شو بيصير بي مع كل سنين نزلوا زي الالات نشوف. نعم. أولين نبي نخاطب العين نخش له في التليفون ولا في الجهاز ونقول له والله برا دي لديك الحاجة ولا دي لديك الحاجة، طبعا مأساة كبيرة جدا. نعم. تأثيرها الاجتماعي إن يعني الصغار حاليا معظمهم مش مشكلتهم تولي اللي لاحظوا فيه شائع جدا في العيادات وفي المراكز إن الأطفال أول حاجة التركيز مش موجود، تشتت انتباه عادي جدا، عصبية لأنه هو ما تحصلش على الجهاز هذا واللعبة هذه والوقت هو عصبية شديدة. يعني وصلت الفكرة أنه هو حتى أهمال في الحاجات الأولية، يعني مثلا جعان ما يكلش العين، يربض ما يرقدش، كله في سبيل أنه هو يقعد بيكمل اللعبة ولا بيكمل يشوف فيه إن شاء الله حتى حاجات تعليمية، مش شرط أنه يكون حتى بيشبح فيه سيء. لا وصلت فكرتك حول هذا الأمر. نعم. احنا وصلنا لدرجه اسمها درجه التعلق، يا اخي بعض الاحيان نقولش تعلق انا نسمي فيه زي كبار يعني اصبح ادمان. اي طيب خليك معنا استاذه مفيده القايد، احنا مازال متواصلين معكم مشاهدينا في حلقتنا اليوم، حنمشوا نطلع معكم نشوفوا استطلاع راي لبعض الناس حول تعلق الاطفال بالاجهزه الذكيه ومن بعدها راجعين باذن الله. لا نكذب عليك، راه ما في حد يتبع في صغاره، الهاتف بداية ممكن صح يبدأ معاه، بعتالي كل واحد بياخذ طريقة، راه يكذب عليك اللي يقول لك نتبع فيهم ونراقب فيهم في الهاتف شنو يدير واحد، لا تو علم توسع واحد صعب بس يقعد يراقب بنته ولا ولده يقعد يراقب فيه وتقول له لا ما تخش على المواقع عادي واحد، لا هو العيل بالذات تو نقول لك على حقيقة أنا بالنسبة للعيل لما يقرأ ومشي مليح في مدرسته وواحد بالسيف عليك تشيلي الهاتف لانه زي اصدقاء راهم بيقعد بينه تو انا لاحظت فيه ماني هلبه صغار يظل العيل يلعب بجنبه ماذا بيا حتى هو لانه موقف معالج، لان الوقت هذا وقت علم صراحه وفي اللي يستعمل فيه العيل تلقاه فيه يستعمل فيه اللي ماده علميه، راهو في حقيقه مش كل حد يتبع قصدك ترى في امر واقع هذا واقع مش يعني في العالم كله تو هذه حاجه من الضروريه، هي رغم انها مشكله سببت مشاكل لان العائله بدت كل واحد في جهه، حتى لما تخش الحوش ما عادش تلقى مع من تدرس، كل واحد شاد هاتفه وكل واحد متركينه، حقيقه معاناه هي، لكن حاجه بدت من الضروريات مش كماليات من الضروريات، لأن ممكن لما يجيك ولدك يقول لك أنا نبي هاتف كذا نبي الهاتف باش نبي في معلومة، أنت بتضطر لأن لو ما تديرها لاش ولا قدر الله يعقب ولا تدير يقول لك أنا جاتك يا أبوي قلت لك درت لك ما تبيش تجيب لي تليفون ما تبيش تجيب لي نبي نتصل بصديقي بناخذ منه مادة كذا نبي مرات في الامتحان، هي بدت حتى في الامتحانات بدت وسيلة حقيقة بدت وسيلة وهذه حاجة لازم ينظروا لها بصراحة، أنا ما نقدر نعالج ولا مجتمع بيعالج لأن هذا علم متوفر بدي علم في العالم كله. بديت نقطة هل أنت مع امتلاك الأطفال بالهواتف؟ لا. أي بنتي ابنك عنده هاتف؟ لا. يستخدم حتى الهاتف؟ لا يستخدم في هاتفي عادة يعني في حاجات أنا نكون نزلتها في التليفون وأنا اللي أعطيتها له يعني. أنت معناها مع أنك قطعتي الهاتف لكن مع المتابعة؟
بالضبط. ايه كاين يقول مش حنقدر نتابع كاين في اماكن ثانيه حياه لا هو بالطبع الحاجة بيتعود عليها في الحوش مع مراقبة الأهل بيكون حتى خارج الحوش يعني بيكون نفس الأفكار ماشي عليها يعني حاجة في الحوش لا يعني أكيد حتى برا لا يعني عند العم والخال والجار والصديق لا يعني خلاص يعني بكم المرحلة العمرية بدون خطيبتك عادة لغاية 12-13 سنة يبدأ عنده إدراك في الحاجة اللي خطأ على خاطر شنو خطأ يعني حتى لو قابله شيء في التليفون أوريدي هو أي تليفون بيكون مرتبط بالنت يعني في أي مكان فحتى لو قابلتها حاجة بيكون هادي عارف علاش غلط وهادي بيكون ظابط إنه هو اللي وراها شن بيكون يعني ناتج عليها لكن بيكون عيل صغير يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال علموا أطفالكم في السابعة في العاشرة أضربوهم يعني بعد السن 10 سنين يبدأ العيل ظابط عارف الحاجة هادي غلط وعلاش غلط يختي أخيرا يعني نفهم منك ما بعد 13 ايه 12-13 نعطي له تليفون يكون خاص به ويبدأ هو شخص عارف وفاهم الحاجة علاش غلط وعلاش يعني في حتى حرام يبدأ عارف وفاهم يعني ايه لكن بمتابعة يعني نعطي له حاجة ونتابعه في تليفوني أنا يعني حتى بعدين نجي نراجع هيك على الحاجات اللي هو خش عليها ممكن فنكون مو تليفوني أنا يعني لكن تليفون الشخصي ممكن غلط تحت السن 10 سنين غلط يعني يشبه في حاجة غلط سؤاليك هل ترى يعني امتلاك الأطفال للنقلات أو لا؟ والله السلام عليكم أول حاجة والله إيش منقول لك عندك الحق عندك الأطفال بصفة عامة عندك سن معينة يقدر والدة أو والدة يدير له تليفون لكن بعد هذا تكون الرقابة شديدة تكون الرقابة شديدة كيف تتغير صورة الرقابة لأيضا؟ الرقابة لأن شريط النقال كيف تبي تتابع؟ شريط النقال عندك تتابعة عندك جيه العيل جيه بأسلوب ما تخليش إنه يخليك أنت تعرفه إنك أنت تتابع فيه جيب هلا ضحكة لعبة هيك إذا تو تخش على تليفونه مرة واحدة تقول له هذا شريط علمي ممكن أنت توجه العلم تحط له برامج علم برامج يستفيد بها لأن النت هذا مصنوع باش حني نستفيدوا منه نتعلموا منه ايه لكن زي ما تقول فيه ناس مواقع يبوا يفسدوا الاجيال حرب الكترونيه زي ما نقولوا لكن والله الحق سن الصغيره يمنع لها تليفون ممكن دير له تليفون مش متاع النت بدايه يعني بالنسبه للهاتف النقال هل أولادك يستخدموا فيه بدون متابعتك أو بتحسب متابعتك؟ يستخدموا فيه بدون مش متابعة متابعة عادية يعني بحكم أنه لعب أطفال بس أنت مقتصرين على ألعاب أطفال بس؟ أيوة إيه هل في حد من أبنائك عنده هاتف خاص بيه ولا يأخذ هاتف؟ لا في عنده هاتف خاص بيه؟ إيه رجعنا من جديد معكم بعد هذا الاستطلاع وأراء الناس طبعا غالبيتهم كانوا من الأباء والأمهات اللي هم تجارب مع أطفالهم في التعلق بالهواتف والأجهزة الذكية أستاذ ساسي لو لخصه كسؤال لأن الغالبية تكلم من هو قاعد يحدد في عمر معين قاعد يحدد في استخدام معين قاعد يحدد في زمن الاستعمال معين هل ممكن احنا نقول أن استخدام الطفل للأجهزة الذكية هو مضر على الإطلاق أو ممكن الموضوع يختلف باختلاف العمر باختلاف الجهاز نفسه باختلاف زمن استعماله كويس طبعا سؤال مهم جدا بصراحة لأن كل فئة عمرية عندها مقدار معين فرض تستخدم الشيء هذا هو طبعا الأجهزة الذكية دي فيها الجانب الإيجابي فيها جانب السلبي صحيح ومعظم دراسات زي ما أشارت سادة سعاد وبارك الله فيها سادة مفيد القايد نعم معظم دراسات تقول راهو خطر كبير يشكل على الطفل لأن الطفل في مراحل النمو نعم يبي يكتشف يبي يتعامل الطفل في الأخير كائن بشر يعني طبعا تعرف ان البشر بصفه عامه يعني اجتماعيه لازم بيخالطوا بيتواصل مع الناس بيشوف القرناء هذا شيء المفروض لازم ينتبهوا له الاهل وتعرف ان معظم الاهل بيهروا من المسؤوليه بيهروا مثلا من مشاكل الطفل نفسه وجعاز الطفل اعطيه تليفون مش يسكت وشفتك منها كل فئه عمريه زي ما قلت لك اللي تحت سن 30 من اكبر خطر تليفون مهما كان نوعه تعرف الاشعه الكهرومغناطيسيه اللي متواجده في الماده نفسها تاثر تاثير صح. كبير في نمو المخ والذاكره والاعصاب عند الطفل بصفه عامه يعني. بالضبط صحيح وهذا حالات مصابه حتى من الوقت صار على نتيجه انه استخدم التليفون في سن صغيره نعم عندك من السن احنا نقول فهم 3 سنين الى غايه 5 سنوات مده نص ساعه ومتقطعه تعطيه 5 دقائق 10 دقائق وتقامز معاه وتفرج انه تفهم الصح والغلط طيب شنو المحتوى ممكن نخليه يشوفه
او ممكن الالعاب اللي يلعبها على الاجهزه الذكيه. نحاول نبتعد مثلا عن العاب الحروب وما ادراك، العاب اللي يكون فيها مثلا تشنج للاعصاب. ما هي هذه المشكله، نركز على الجانب التعليمي اكثر مثلا. اكيد نقول لك حاجه هنا، في حاجه مو المفروض الاهل ينتبهوا لها. انا قلت لك زي ما قلت لك من سن 3 سنوات 5 سنوات بيت تعطي لعبه معينه، على الاقل كل لعبه فيها نوع من مؤاخذه من الحيوانات او نوع من الطيور او نوع من الاشجار، على الاقل يفهمنا في حاجه فيها قيمه معلومه اللي هو يعني. نعم. من سن 5 سنين الى غايه السن اللي احنا نسموها فيها 10 7 سنوات نعطيها العاب تعطينا مدارك اكبر، العاب فيها بناء فيها تشييد كذا. ما ينفعش العنف، لان المشكله احنا معظم السيارات اللي تنباع في المحلات كلها سرقه، هي لاقيه رواج كبيره، عدوانيه. نعم. ضرب، حروب، ستو، القتل، رقص، غناء، حب، دوف، هذا كلام بصراحه واحد يتحشم حتى يقول قدام الناس للاسف الشديد. والمالي ما يندروش، ما يعرفوش اللعبه شنو برنامجها. في العاب باش تخش مرحله لازم تدير حاجه مش كويسه للاسف الشديد. أيه. والاهل ما يندروش الموضوع هذا، لازم تنتبه. هل اللعبه هذه لها قيمه؟ اتعلم الطفل او ما تعلمهاش؟ انت شغل اللعبه شتالها يا ابو، انت العبها وشوفها، شوف شنو برمجها اللعبه هي. ولما يلعبها الطفل قاعمز وفهمه شنو هو الصح وشنو هو الغلط. في بعض الالعاب ممكن حتى تشاركها انت وابنائك تلعبوها يعني مع بعض. اكيد المفترض. زي ما قلت لك، ومن السن اللي هي احنا نقولوا فيها من السن اللي هي العشرة سنوات فوق، اكثر من ساعه خطر حتى تكون متقاطعه. من 10 سنين ل 15 سنه ساعه وربع، من 15 سنه الى 20 سنه ساعتين. ما تكونش متواصله، لا متقطعه، تعطيها 20 دقيقه 5 دقيقه باش ما يخش الوقت يخنب احنا نقولوا فيها او يسرقها. ما هي الحين المشكله، تعطيه اللعبه يقعد معها بالساعه بالساعتين 4 5 6 ساعات. على الاقل يقول باهي فكري من طلوع تاع الشارع، فكري من الشله اللي جايه للحوش. لا هذه ما هيش حجه يعني. صح. ما انت لازم ترد بالك الماده اللي ياخذ فيها شنو برنامجها. تلقى فيها جانب السيء، ما فيش حد يقول هذه غلط وهذه صح. انت قعدت معاه اللعبه شفتها لعبت انت يا ابو او لعبتها انت يا ام، عرفت شنو الهدف نتاعها وشنو المغزى نتاعها اللعبه هذه. بالضبط. طيب مشكلة الاتصال بالإنترنت حتى هو لها دور كبير. بعض أغلبية تو الألعاب الدارجة واللي لاقي رواج بشكل كبير ولها الإقبال من قبل أطفال في سن صغيرة هي الألعاب اللي لها علاقة أو المربوطة بالإنترنت. يعني والإنترنت في الغالب أنهم يوفروا فيه الكبار، يعني الأباء والأمهات لأبنائهم باش يلعبوا الألعاب اللي هي الأونلاين مع ممكن ناس من مختلف أنحاء العالم. يعني ما أضرار هذا؟ هي المشكلة حتى في الأهل، نوع من التباهي، يا ولدي فالح ويعرف خش في النت وطلع لعبة. هذا يلعب هذا النوع هذا من الألعاب. هو أكيد دارج هلبة موجود، المراكمة والقتل والسرقة والسطو. أيه. هذه المشاكل اللي تصير. يقول لك لا ولدي يعرف وخش مرحلة كذا، نوع من التباهي يفرح. نعم. طبعا هي مغرية للعلم وفيها وسائل جذب رهيبة جدا في الصوت والصورة ودرجة الوضوح. شركات تبي تربح، لأن هي شركات تبي تربح، الهدف نتاعها أكيد عندها مغزى معين. في دول ما مش في دول العالم، في العالم الاولاني يعني عندهم هيئات قضائيه تقاضي في الشيء هذا، وتتبع في الشيء هذا عن طريق الشركات، عن طريق النت، عن طريق حتى شركات البريد نفسها. نعم. احنا في ما عندناش كل شيء مفتوح على اسرائيل للاسف الشديد. صحيح. بدون لو كان في مراقبه في قانون باهي وتتبع القصه دي كلها ما تصيرش الموضوع هذا، راه يسبب عده مشاكل، مش غير اضرار نفسيه سوقيه، في حتى اضرار ادمانيه على قصه الالعاب نفسها. صح. الالكترونيه يعني. في صاروا درجه الادمان، حالات صرع، النوبات اللي تصير عند الاطفال بصفه عامه، نوبات الهلع والخوف. نعم. حالات الهستيريا، حالات كذا، كانوا يتكلموا عن موضوع طويل عريض، مشاكل نفسيه كثيره اكيد على الموضوع نفسه. حتى الاستشاره النفسيه مهمه جدا جدا. صح. احنا نستشير الاخصائي النفسي باش القصه دي صايره. مزبوط. وهذه بتستفحل. طيب. في مجتمعنا للاسف. نرجع مع الاستاذ سعاد المنتصر عبر الهاتف. استاذ سعاد، في مصطلح ديما ما يتكرر يعني ونسمعه في هلبة، هو الانجذاب المرضي او الادمان على الاجهزه الذكيه، لو تفسر لنا هذا المصطلح وتشرحي لنا كيف يكون انجذاب الاطفال للاجهزه مرضيا. هو الانجذاب كيف يكون استاذ؟ زي ما انا حضرتك قبل شويه كنت عن طريق المؤثرات البصريه والسمعيه موجوده في الالعاب هذين. أيه. يعني مثلا على سبيل المثال لعبه البوبجي، هذه اللعبه الالكترونيه يعني انتشرت بشكل رهيب وبشكل صراحه مخيف. نعم. اللعبه هي طبعا لو تجي وتشوفها وتحللها تلقى فيها المؤثرات البصريه والمؤثرات السمعيه، يعني تنقل الطفل من واقع الى عالم ثاني، عالم افتراضي. الطفل بيعيش طبعا في العالم هذا بناء على شنو؟ بناء على الاجواء اللي بتاخذ اللعبه هذه. يعني صار في استقطاب للطفل من خلال اللعبه هذه. واساسا يعني الاساس للاسف يعني فكره الالعاب الالكترونيه هي اساسا يعني تقوم على مبدا السياسه اللي هي دس السم في العسل.
أي. يعني الطفل يتعلم منها ثقافة العنف، ثقافة القتل، التدمير، مصطلح يسمى في علم النفس السيكوباتية اللي هي تدمير مضاد للمجتمع، يعني سلوكيات مضادة للمجتمع زي مهاجمة مثلا لرجال الشرطة. نعم. وبالإضافة إنه هو زي ما قلت حضرتك قبل شوي إنه هو قد يتواصل مع حتى خارج المجتمع، يعني ناس من برا مثلا من ليبيا. صحيح. طبعا التواصل هذا بعرض إنه هو يتعلم بشكل غير مقصود أو مقصود بقيم خاطئة. يعني ما مستحسن في مجتمعات حتى العربية تهجن عندنا، يعني هم عندهم عادي إحنا عندنا مش عادي، عندنا عيب وعندنا لا يجوز كذا. نعم. فالتعرض القيم الخاطئة اللي بيقولونها اللي هي الألفاظ النابية بالإضافة إلى حتى العنصرية في التعامل بناء على البشرة بناء على الأطياف معينة وكذا، قد تقود هذه الألعاب ذاك إلى الانفصال الاجتماعي اللي هو يصبح الطفل لعبة منفرد في غرفته الخاصة بعيدا عن الأسرة. يعني تفاعله بيكون رقم افتراضي فقط، ياخذ زاوية معينة حتى مش غرفة لكن زاوية بعيدة عن الأسرة، يمارسها هذه بساعات طويلة، وتفرح الأم ويفرح الأب إنه خلاص شاد كان وأمورها كويسة وما عندهاش متطلبات. صح. لا للأسف يعني ده الواقع نعيشه فيه. حتى الطفل يصبح عنده في التجمعات الاجتماعية ما يسمى بالملل، حالة من الملل، يصبح زي ما يقولوا نقرز ويعيط الطفل. ليش؟ لأنه متعود إنه هو يطلع ويخالف اجتماعياً. يصبح عنده ضجة، يصبح عنده اضطراب في عملية التكيف الاجتماعي. نعم. متوتر، قلق، لين يرجع للمكان أو البيئة اللي يمارسها في اللعبة يشعر بالراحة، يشعر بالهدوء ويرجع لطبيعته. بالإضافة والأول نقطة اللي هو السلوك العدواني اللي بتعلمه من خلال المحتوى العديد. احنا زي ما قلت لك استاذ نادر، يعني سمعنا الحروب اللي شافها والازمات اللي صارت في البلد، مش ناقص اننا ندخل لطفلي لعبه تحمل يعني هذا العنف وهذا العدوان. يعني صحيح. حتى لو نشوف يعني لو نشوف انا من خلال حتى المخالفه الاجتماعيه نشوف اصبح الاطفال حتى في سلوكهم وفي الفاظهم كلها عدوانيه من خلال ذكر اسماء اسلحه معينه، طريقه الكلام اصبحت فيها معنفه العدوانية، فرد حتى على الأب وعلى الأم، هذه كلها يعني بسبب هذه الألعاب. نعم صحيح. المجتمع يعني شهد حروب كثيرة، فمش ناقص أن الطفل يتعلم إلكترونية حتى الحرب والعدوان. مزبوط. نعم. طيب حاب نشكر جزيل الشكر مساهمتك معنا اليوم السادة سعاد المنتصر عبر الهاتف رئيس قسم علم النفس بجامعة مصراتة، بارك الله فيك. العودة مع السادة مفيدة القايد. السادة مفيدة، المراهق في مرحلة عمرية مهمة وصعبة نوعا ما تتطلب منه العمل فيما هو مفيد. سؤالي هنا، كيف يقنن الأهل استعمال أبنائهم المراهقين لهذه الأجهزة؟ أكيد طبعا خلينا نبدأ من الطفولة، وهي إحنا تو الطفولة القسم فيها طفولة مبكرة، طفولة وسط، طفولة متأخرة، ونفس فترة المراهقة اللي هي إحنا أصلا كمصطلح ما نستخدموش فيه عادة، لأن إحنا في الإسلام مش موجود عندنا. نعم. المراهقين بالتسمية هذه كانوا محررين وكانوا شو اسمه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا عندهم مهام وليسوا مراهقين بمعنى الكلمة، وهذه شو اسمه نتيجة الحروب العالمية الثانية، وقالوا مراهقين لأن غياب الأب، فصار أن الأطفال جزء من الأسرة كان مفقود، فسرط عليهم أعراض أطلقوا عليها مرحلة المراهقة. ولكن الاحتياط حيكون من بداية الطفولة، بداية الطفولة، فهنا الحماية الأساسية. أيه. نبدو هنا نراقبوا شنو يديروا الصغار. أنا اللي نقول لك فيه من 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 الميدان، من الواقع، يعني عيشاته. أيه. لمساته، ملامسة مباشرة. فاحنا في فترة المراهقة للأسف نخشوا على مواقع، نخشوا على توجهات، والتوجهات هذه تقول سامحني تخدم على عقائد الإنسان. نعم. وتخدم على توجهاته الدينية وتوجهاته الأسرية. وتبني في أشياء جديدة إحنا توا نشوف فيها ممكن، يعني الأم الأباء والأمهات ما عندهمش البعد هو الشاسع، يعني مثلا قريبا جدا جدا نعطيك مثال. أنا كان تصف بي سيدة أم قالت لي عندي بنيتي في عمرها 12 سنة بتطلع عليها أعراض غريبة، بنت بجسم زاوية منضوية حزينة. نعم. بهي فلما الأم طب الأم تعطي فيها في تليفونها، هذا شوف يعني شوف التقن، هي الأم تعطي فيها في تليفونها ما عندهاش تليفون خاص. أي. لما الأم خشت ودارت بحث في التليفون لقيت إن هي تتلقى
في توجه من شخص ما في العالم هذا الافتراضي وبدا يحكي لها عن التوجه الجديد نتاع شو اسمه سامحوني اعوذ بالله الشيطان الرجيم حزب الشيطان او مجموعه الشيطان او عبده الشياطين وقالها اثنين المفروض ما نفرحوش واحنا نكونوا حزناء ونحن ما نطلعوش نستمتعوا بالحياه وان احنا شو اسمه لازم احنا الحياه هذه لا تستحق ان نعيشوها وان هذه ما فيهاش اله وان كذا وين وصلنا احنا وصلنا لعمق العقيدة يعني البنية هذه خشت في حاجة صادمة فأنت شوف قداش كمية الأطفال اللي هم احنا زي يقولوا حتى في سن البلوغ يتعرضوا للحاجة هي نعم بعدين شو الحل يحيي نفرحه تو انه هو مستمتع ومستريح مع تليفونه وماشي ولا بالجهاز واحنا ما نعرفوش شو القصة صحيح حاليا الأشياء هذه تبعد يعني سامحني اليوم واحدة من زميلاتي نزلت مقال قالت انه هو الصورة الرسوم المتحركة رسم أم وطفلة الطفل شو اسمه الأم هنا تعنف الطفل اللي لابسة راهو بحجاب الأم تعرف الرسالة هنا قالت الأم لابسة حجاب تعنف الطفل وفي حين الطفل الثاني ومدللها حتى فرق ما بين بنت وولد هذيك تعطي فيه في حلوة وفي كذا هي ثبت الفيلم من نهايته هذا حفيدتها كانت تشوف فيه بس شو نسوق انت في الموضوع هذا شو نسوق؟ نعم واضح التصويت من شنو؟ معناها احنا تو بعد سنوات حنجد ناس ليس لهم مبادئ، ما عندهمش اي توجه ديني، في خلل في العقيده، في خلل في يعني في فصام حقيقي، فصام احنا انشاناه. نعم يعني احنا نعرف المرض الفصام العقلي اللي هو تناقض القيم او تناقض المبادئ. يعني ما انت تقول لي قولي الحق وقولي الصح ونطع الشرع الناس دائما يكذبوا صحيح انت تقول لي مثلا احتفظي بالفلوس هذو ما يوم امانة عندك ونلقى ناس تخنق وتبدأك الفلوس فانت من هو تنصبك حتى احنا امالينا نشوفوا فيهم يصلوا ويقولوا وكذا 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 والتليفون يقولوا لنا لا باش بنمشي ليه هذا يعطي فيها متعة التليفون راه يعطي فيها في شعور اني هي أنا وياه بس مش معنا حد في سرية في تشويق في صورة واضحة في صورة مشوقة فأنا من هو بنمشي معه أنا مش أكيد بنمشي مع حد لأن يعني ما فيش حد معي يقول لي هذا صح وهذا غلط نعم ما فيش حد يخش معي في حياتي هي محور الشخصية محور التفكير الداخل يا تعالى يا مثلا في من الناس يا شبوب يا حلو يا حتلقى المعرفة لا ما تعنيش أن الطفل تمشي دي الغلط لما نفهم ونقول أنا في ناس تكي شغلهم والدنيا هذه فيها ناس كويسين وناس سيئين الناس السيئين حاليا من تشريم بشكل كبير جدا يعني احنا مثلا آخر حاجة مثلا مرينا بها العالم كله موضوع الكوفيد 19 نعم انت قداش طلعت عليه قصه انه هو مستحدث وانه هو يعني موجه للناس وانه هو للبشريه وانه لازم تنقص البشريه او فكره انه مثلا كبار السن لازم يموتوا كلهم لان هم عبء على الدول انها فيها تامين صحي وفيها رعايه صحيه اشوف احنا كناس ناضجين ناس بالغين موجودين في الارض وهم انترناشونال الفكره هذه نحوها نعم وهل بنات مقتنعين بها قناعه تامه فبالك الاطفال او اليافعين أو مثل الناس اللي هو في سن البلوغ. نعم شاكر تواجدك معنا اليوم عبر الهاتف للسادة مفيدة القايد اختصاصية نفسية بارك الله فيك. بالعودة مع السادة ساسي، السادة مفيدة نوهت نقاط مهمة جدا يعني حتى السادة سعاد حول مراحل الإدمان تحدثوا عن مراحل الإدمان كيف نعرف أن الطفل وصل لمرحلة الإدمان أو ممكن تعلق بأشياء قد تكون مخيفة وخطيرة إلى حد ما لها أضرار فكرية وصحية أيضا واجتماعية. لو نتحدث عن الفراغ أستاذ ساسي وغياب الوالدين أيضا لوقت طويل عن المنزل من الأسباب التي تشجع يعني تخلي الطفل أنه هو بالفعل من الاستخدام البسيط للإدمان لأنه ما فيش وسائل بديلة يعني في غياب للحوار وللمشاركة الفعالة مع العائلة العائلة غايبة فما فيش أنه هو اللي يتعامل مع هذا الجهاز الذكي كويس في حاجة مهمة المفروض نقولها للناس يا ناس الرقابة تقلل من الانحراف نعم لما العيل يحس أنه في حرية زي ما يمكن ذكرت لك في بداية الحلقة في أربع أنواع من الأسر أي. لما تكونش أسرة عندها حكمة وتكونش أسرة إن هي لاهي بالعيل نفسها ومترقباش ومتحملهاش مسؤولية حتصبح في مشكلة كبيرة جدا جدا لأن هو حيتعامل مع مادة جامدة ما تقولهاش هذا صح وهذا غلط ما تقولهاش قف أوقف أو اصطب استمر 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 زي ما أشرت لك الأستاذة مفيدة قلت لك أنا في بعض من الناس وقعوا في مشاكل وفي مخاطر وهي قصص كل يوم تصير صحيح مشاكل كل يوم تصير يجوا الأهل يبكوا كيف ندير لولدي بين وين كنت راقد باللي وين كنت راقد
لما كان عائلك في الخمس سنين والعشر سنين والثمانية سنين خمسة عشر وستاش يجيك في قمة المشكلة أو في قمة المرض. حتى الإدمان سواء كان الإدمان المخدرات المعروفة الحقيقية اللي هي المادية سواء كانت الإدمان عن طريق الإنترنت يجيك في آخر مرحلة. بينما وين كنت؟ لا والله ما حساب شكي، لا أنا كنت مش فاضي، أنا كنت نشتغل من صباح الليل والأم تخدم يديروا في الحجة وشماعة يعلقوا فيها أو إحنا نقول فيها شطاري يعلقوا فيها، يقول لك أنا مش فاضي. كيف؟ علاش ما تبعتش ابنك؟ تبعتش بنتك؟ ما سألتهاش؟ ما راقبتهاش؟ ما حملتهاش المسؤولية؟ ما هي هذه المشاكل. هو بعيدة عن المراقبة قد يكونوا هم من يشجع الاستخدام الهاتف. مثلا على سبيل المثال بعض الأمهات يحطوا في أطفالهم ردنا أمام شاشات التلفاز، لما يكبر يبدأ في تعلق من التلفاز ينتقل إلى التليفون فيصبح متعلق بهالأجهزة الذكية هذه. فأحيانا بعيدا عن موضوع المراقبة هم من يشجعوا منذ الصغر، يعني هم من يشجعوا على استخدام هذه الأجهزة. هو سبحان الله كل جيل عندهم حاجة يسوي فيها اللهاية. نعم. زمان أمهاتنا الأولاد حين وجداتنا يلهوا العيل يحطوه في حجرهم يحطوه في درجيحة يهزوا به. بعدين طلعت موضة الزلباحة، أم طلعت في موضة الزلباحة؟ طلعت موضة الزلباحة في ليبيا في الخمسينات. دت هي حكاية الزلباحة. وبعد موضة الزلباحة كل مرة تطلع موضة جديدة كانت دار الشكشاكة. كل حاجة أخطر من حاجة. بعد الشكشاكة جت اللي هي القصة، جت قصة النقلات وقصة التلفزيونات. والجو هذه زالت أخطر. ضف التواصل الاجتماعي، هل بحالة يشتبه فيه ممكن تكون حالة توحد. عندما متلازم، عندما اضطراب، عندما مشكلة، ما عندهاش مهارة الاجتماعية، ما عندهاش مهارة التواصل. يوكشين قصة لعيلي وطق العمي ما يتكلمش. عيل ثلاث سنين يخاف من الصار. أربع سنين يخلط في حد. علاش؟ إنه 95-98% قاعد في الحوش. التليفون في يده قدام التلفزيون، ما تلقاش ماده حيه يتعاملوا وياها باش حين نقولوا العين هذا طبيعي. وهذا احيانا يواضح عليه حتى من خلال حركات او ردات فعله. مثلا توزيع النظارات، يرمي الشلبه، عنده رعشه في الايد، في كل شيء. في الغالب الامور هذه تبان واضحه اكثر على مدمنين الاستخدام للاجهزه. طبعا هالبنات وصلوا الى مراحل خطيره من هذا، يعني شفت الحاله التركيز انتحروا نتيجه الاستخدام المفرط. لا بوب جي نفسه يخش مراحل معينه، تنقز من عمارة دورها كذا كذا، تخش مرحلة ثانية تشرب فيها ورقين، تخش مرحلة كذا كذا تضرب حد قد الحد. وهذه المشاكل المخاطر اللي تصير. بدأ في استسهال يعني لأي شيء، للسرقة، للخنبة، للقتل، زي ما قلت لك بكري هي شنو الألعاب 90% زي ما قلت لك سادة سعاد وسادة مفيدة تلقاها ألعاب قتل يعدوانية. نعم. بهي تطاول على رجالة الأمن، بهي السطو المسلح، بهي الرقص، يا الغناء، يا الدولفات، هيك تلقاها معظمها. ما تلقاش فيها تطاول على رجال الأمن، حتى تطاول على العائلة نفسها. في كل شيء يحاولوا في اللعبة نفسها يوصلك أساسا ما فيش عائلة. فأنت شخص قاعد يتجول ويدور في الشارع ويدير ما يبي. هذه المشكلة، هذه الفكرة اللي قاعدة شجعت نفكر كل أسري، وهذا قاعدين يلمعوا فيه ويطلعوا فيه في صورة أنه هو الشخص القوي والمسيطر والمهيمن. ايوه بالضبط. طيب خلينا نقول متى يمنع الطفل نهائيا من استعمال الالكترونيات؟ كويس. انا زي ما قلت لك بكري حددنا فئات معينه بالضبط. تحت 3 سنوات يمنع منعا باتا باي وسيله، حتى في التلفزيون اللي بيتفرج خليه عالي فوق باش يتعب من العيب ويمشي. وقلنا احنا كل سن معينه عندها ساعات معينه او توقيت معينه يعني باش ترد بالك. اهم شيء انك انت تركز في الموضوع اللي هو القانون تحطه للطفل. اللعب قبل النوم راه خطير جدا جدا. نراقب الابناء في اثناء اللعب، نحط اماكن محدده للعب تكون مراقبه. نعم. سواء كان بالتعرض مع الدراسه. اي مع الدراسه. نفس القصه ضروري ندير برنامج تدخل مبكر. كان كشفنا ان طفلنا او عائلنا عنده اي مشكله او اي اضطراب، صوت تدخل من اخصائي نفسي متمرس او اخصائي اجتماعي يحل المشكله عن طريق الاب والام. ما يقولش لاني يا ولدي تعب خلينا نرفع لاخصائي نفسي الدكتور نفسي. نعم. يحس العيل انه هو عنده مرض ويزيد الطاوله عليكم. نفس القصه نوعوا الاسره سواء كانت بالمحاضرات برش العمل، شيء مهم جدا جدا. نوعوا المعلمين حتى شيء مهم جدا. صح. وتحديد الاماكن زي ما قلت لحضرتك وشيء مهم جدا، لازم تكون في قدوه في الحوش. أيه. مش نمنع عيلي تلقى الام هي 24 ساعه تليفون في يدها، او نمنع عيلي تلقى البوه في تليفون 24 ساعه او اخوت الكبار. نعم. لا مش حيقتنع. رد بالي. رد بالي. حتى الامهات للاسف شديد، انت لما تجي تسال ان شركات بتاع البيان المدار اكثر ناس اللي يهردوا في الرصيد ويسالك في الرصيد هم النساء. صح. تلقاها بساعه بساعتين وتو قصه اللي هي الايه اللي اسمها هذا الله يوحي مرت تحضر كذا مرت تغيب منها الكلمه تصرف عن طريق النت بصفه عامه. المرخص الساعات كذا بده يتصل عن طريق النت وكل شيء مخلي ساعات طويله ساعات سماعات يهودنها تدري بالساعه والساعتين حتى يسبب راهي نوع من المشاكل. وهذا كل الطفل راه يراقب فيه الشيء هذا. ما تقولش اني اهو طفلي منعته وضربته ودرته تو في كل الحوش كل واحد ثلاث اربع تليفونات وكل تليفون فيه زوج شفرات. نعم. يعني شوف المشكله وين توصل حتى التلفزيون عشان يستخدموا فيه. ولا من ضروريات الحياه يعني تستوجب
في كل لكن بيت، لكن استخدام مفرط وجود كمبيوتر واستخدام سيء. نعم نحددوا الاماكن استخدامه ما يكونش قدام الاطفال، بحيث باش حتى ما نوجه له نصيحه، يعني ما ينفعش نوجه نصيحه بما احنا ندير زيها او احد. انا قلت لك القدوه راهي مهمه، سواء كان نعم. البول ام والخوت الكبار. يعني سيدي جاك تليفون نتكلم شويه، ممكن مطور نطلع برا بدون ما يلاحظني عائلي. مش السماعات في فصل 24 ساعه، تو لاحظت موت المراهقين تلقى السماعه في ودنا 24 ساعه. نعم سمع طيب. الاغاني بعض الاهالي حاولوا تنظيم فترات استعمال اطفالهم للاجهزه، ولكن بسبب اختلاط الاطفال مع بعضهم استعملوا في الاجهزه مع بعض لما يتلاقوا صغار العيله وكذا، فالاهل يفقدوا السيطره. كيف يتعاملوا في النقطة هي؟ كويس. مبكي في نقطة قالتها أستاذة سعاد بارك الله فيها. علمهم سبع ضربهم في عشر. هذا شيء راهي مهم جدا جدا. أنت العائلة تعلمه وتفهمه وتوعي وتحط القوانين وتتابعه وتراقبه وتحمل المسؤولية. بطيف الخير تعطيه الخيار. لما بجيب يخطي نفهمه شنو الغلط وشنو شنو الصح بالضبط. نعم. وشنو فيه وشنو ما فيش. هو الضرب كثرة يتعب العيل. هو أهم شيء التفاهم يخلق العناد. أيوه والعقلانية. نعم. وننزل مستوى العيل نفهمه شو الغرض الشيء اللي داره، شنو احتياجاته. أكيد مرات يحتاج لنقص عاطفي غياب شيء. الحوار زي ما قلنا أكيد في الأسرة. نعم. أكيد بين العيل أشهر تكب الخطأ هذا، ننزل الخطأ ونفهمه ونعرفه تدريجيا نعرفه فيه الغلط نفسه. نعم. هل في تأثير من القرناء هم اللي خلوه يدير شيء هذا؟ لأن العيل يكون انتماء للشلة، لأن كل مرحلة عمرية لها احتياجات معينة خاصة المراهقين. من ميزات أو من سمات المراهق 90% انتماء للشلة، اللي بيديروا أصحابه بيديروا هو زيه. صح. انت بفهمه في الحوش أن هذا شيء صح وهذا غلط وكي يندار. أعطيه الحجة المقنعة ابنها في مدارك نتاعها، ممكن تقدر زي ما نقول فيها تقدر تلين العائله هذا وتجيبها للطريق، لكن ما ينفعش اني غايبه على الحوش 24 ساعه. والام لا هي تحكي نفس القصه، هي سمعت ودانها بالتليفون 24 ساعه ونجي نقول لها كيف صار العيل، علاش صار. نعم. العمل هذه كلها؟ علاش وصل لها الطريقه هذه؟ علاش ما جاش في الكلام؟ صح. علاش رفض الاوامر؟ علاش العناد؟ علاش التليفون في ايده؟ ما هي هذه المشكله، لانك انت وفرت له الشيء هذا. لا لازم نفهمه صح من الغلط وتحط الحدود. مظبوط. والتربيه هذه شيء مهم جدا جدا. اكيد زي ما اشرت لك حتى بارك الله في صدر مفيده، سواء كانت في الطفوله المتاخره، سواء كانت في الطفوله المبكره، سواء كانت في المتوسطه. كل فئه عمريه تبي احتياج معين وتربيه معينه وتوجيه معين. نعم. ما نخليش باب مفتوح على اصراعيه ونجي نرقد نرقد وفي نهايه المطاف نقول لا ولدي انحرف وبنتي انحرفت ولدي خش في مشاكل لها ولا لها اخر. طيب نتيجه استخدام المفرط للالعاب الالكترونيه. طيب عندنا على البث المباشر مسامحه الكريمه تقول مساكم طيب استاذ نادر المستمعين ضيوف الكرام، اليوم نعاني من قوه رده فعل الابناء من استخدام النت. هذه النقطه تكلمنا عليها نشير لها مره اخرى. وقالت الالعاب الالكترونيه للاطفال تلعب دور كبير في بعض من الخوف. اكيد انه ما يخش في يعني العالم الافتراضي. اكيد يعني هي بدءا قبل كل شيء تواجه في صعوبه من ناحيه رده الفعل. رده فعل الاطفال اصبحت غريبه وفيها قوه، يعني ممكن ما تناسبش حتى عمره. أكيد فتستغرب أحيانا. هي المادة لما يجي يستخدمها نفسها هذا التليفون أو الأيباد نفسها إشعاع كهرومغناطيسية تسبب هشاشة في الجهاز العصبي بصفة عامة. نعم. ما عادش في قوة التحمل. أنت العائلة لما يجي العائل الطبيعي لما يلعب مع أفراد طبيعيين زي هو نشوف ردود الفعل نتاعهم كيف يتحكموا في الانفعالات نتاعهم كيف يتواصلوا يقدر يتحكم. هو لا يتعامل مع مادة جامدة فيها عنف وقتل ورد فوري ورد سريع. نعم. هذه حاجة طبيعية جدا جدا نتيجة أنه هو قعد وقت طويل يخش في المغامرة هي نفسها في العالم الافتراضي يتبقى في العالم الحقيقي يعني. أها. وأنا متستغرب شو النقطة هذه، المفروض لازم ترد بالك بلاش ذلك نتيجة أنه هو يستخدم في الأشياء العنف. نعم. وصل إلى مراحل من الإدمان يعني. أكيد. حتى ولو ما عادش قادر يفرق بين الواقع والخيال. أكيد. حيستخدم ردة الفعل السريعة هذه لأنه ما يتعاملش مع مادة حقيقية. لما يجي يتعارك مثلا احنا نقول فيها تعارك عيل مع عيل او طفل مع طفل يجي يتعاركوا. نعم. ممكن يخاف يعطيه بونيه او يضرب كرش بلا مؤاخذه او يضرب كفه ويدفه. صح. ان هذا موجود قدامه حي. صح. لكن في اللعبه انه هو المنتصر، هو اللي يقتل، هو اللي ينقز من السور العالي، هو اللي يفجر، هو اللي يدير. يحاول يديرها في العالم الحقيقي بيرد برد فعل. تو معظمهم الاهل يحتاجونها في العيادات النفسيه لما يجونا او لما نديروا في دور تدريبيه يقول لك عندهم رفض الاوامر والعناد. أيه. وتكسير التليفون. نعم. وهذا شيء موجود في الالعاب كلها موجود. هو الاعصاب لانه يوتر الاعصاب للالعاب هذه. أكيد. الحرب والقتل. أكيد. وكذا والدمار يلعب على الاعصاب البسيطه في نهايه الاطراف الجسم تاع الانسان سبحان الله. والاعصاب البسيطه بتكون هشت الاعصاب البويه اللي في الجسم بصفه عامه كم. نعم. من فصص الجهاز العصبي تاع جسم الانسان.
احنا هيك وصلنا تقريبا لختام حلقتنا اليوم. عالم اجهزه الذكيه والانترنت هو عالم واسع ما نقدروش احنا نسيطره، حتى ولو انت ممكن تعطي لابنائك ساعه او ساعتين، ممكن فيها ساعه او فيها نص ساعه هذا يفتح على حاجات. لا معلش تكلمنا قلنا الرقابه والمتابعه، ما هو هذا في اماكن معينه، لان حتواجه حاجات ممكن تتعارض مع العقيده مع الفكر مع الاخلاق مع المبادئ الى اخره. معلش انت ربي وانصح ووجه وتابع ما تدروش عين ما يفهمش راه يفهم بالضبط. تجهيز الابناء اللي مثل هذه الامور مهم جدا، حتى ما يتاثروش بها او ما ياخذوش منها السلبيات يعني اكثر من الايجابيات. شكرا تواجدك معنا اليوم استاذ ساسي موسى، اختصاصي في الارشاد النفسي وتعديل السلوك، بارك الله فيك. شكرا ايضا كل من تواصل معنا اليوم في هذه الحلقه، جزيل الشكر لكم انتم مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي وكل فريق العمل، السلام عليكم. فشبابنا لصغاره يعطي قدرا ويرفق بالقوارير، والخير مزروع بنا وبه سنضيء أنحاء الدياجين.